دولة عربية تقع في قارة افريقيا 12 10 ولا 11 معكم 10 ثواني كم دولة عربية بلش يعدوا عن جماعة منى عم بيعدوا كم دولة عربية في قارة افريقيا 12 10 ولا 11 والجواب الصحيح هو خلصوا الوقت الجواب الصحيح هو 10 كم واحد فيكم جواب صح دينا شايفة هيك زعلت دينا ديما في عنا دينا وديما منى وفوزية أرجونا مين يجاوب يا شباب خليفة واخ منى ودينا وفوزية وديما أحمر ضل خليفة لحاله بس خليفة بس ترى هذا الشغل منيحة بالنسبة لكم من الـ 11 اللي قاعدين لأنه هلأ أي سؤال صعب بفوت خليفة فيه بالحيط أنتوا الكل بترجعوا بتلعبوا من جديد ماشي فهمتوا علينا يلا حنروح لفاصل صغير من الإعلان وبعده راجعين فخليكم معنا